كان غاب فترة بسبب الإصابة عطلته فترة، لكن لعيب كبير مش هنختلف على قيمته. خضيرة استلام مش مظبوط، فكر في اللي جاي على حساب السيطرة. أدي إنسيني بدأ يدخل في العمق، من شوية كان على الخط أقصى اليسار تاني، ميرتنز بدأ يهرب للأجناب، بيلعبوا من غير رأس حربة صريح، بيلعبوا بطريقة الرمال المتحركة. انطلق وتقدم من الجديد جوستا، كوستا يعدي برجله الشمال، لاعب بايرن ميونخ السابق إلى حبة الكريز، ديبالا 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 وقالوا جول، لا 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 يأتي بالأنيارة وفريقه يدخل مرمى أربعة أجوين. أنا الهداف الكبير، من هنا كانت الانطلاقة. أدي كوستا وانطلاقته، بيانتش وديبالا، بص حبة الكريز بيعمل إيه، بص شوف كوستا اتحرك عرضي فتح مساحة جميلة. أجوين يا جماله يا جماله، بيمينه حطها له. جاءنا الخبر العاجل، اليوفي 600 راجل، نعم لافيكيا السينيورا تتقدم، لا زبرا فريق الحمار الوحشي يتقدم، البيانكونيري يتقدم، السيدة لاعب المنتخب الكولومبي، كولومبيا في مجموعة بولندا والسنغال واليابان في كأس العالم. نشوف كوادرادو دوره في المرحلة اللي جاية، جايب 3 أهداف في 11 مباراة كوادرادو. من جديد هذه الكرة العرضية الجميلة، لكن كليني ومن وراه بن عطية، الاثنين جاهزين ما عندهمش مشاكل. كوليبالي تاني على طول انساي، بعد ما اتنقل ناحية الشمال، كيخون اتنقل ناحية الشمال، غير أماكن اللاعبين، نشوف مع بعض. أدي جورجينيو عميقة هذه المرة، ميرتنز، ولكن يا سلام على بيانيتش الهدوء والعقل. أساموا ماتيو دي قدامه، لكن اتقفل عليه كويس قوي يا ولد يا ولد يا ولد، اتقفل عليه كويس قوي 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 في اللعبة اللي فاتت. من جديد البيول، ادم سكند بول بياخدوها، لكن برضه لعيبه اليوفي يا جماعه عاملين حرفيه عاليه قوي 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 في التمركز والثقه في النفس. وخلي بالكم كل دول لعيبه يقدروا يهاجموا كويس قوي ومسجلين نسبه اهداف تاريخيه لليوفي، لكن هي الخطه كده انك تتغلب على فريق كبير محترم من افضل فرق اللي بتقدم الكره في العالم دلوقتي، عادي انك تعمل الكلام ده. فاللعيبه الحقيقه بتتناسب وعندها مرونه للتعامل مع خطط مختلفه، والدفاع القوي يجيب بطولات، والهجوم القوي يجيب انتصارات في مباريات. حسام قالها على لسان ساكي اعتقد او مارتشيلو ليبي، خطيره هذه المره كيخون والعرضيه، ولكن بوفون هدوء وثقه.